بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد بعنوان الدولة العباسية وأبرز خلفائها. الدولة العباسية بدأت سنة 132 هجرية وانتهت 656 هجرية، يعني حوالي 524 سنة. طبعا لابد نعرف أولا لماذا سميت بالدولة العباسية. الدولة العباسية نسبة إلى العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ظهرت الدولة العباسية في مطلع القرن الثاني الهجري على يد محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، وقامت دعوتهم للدعوة لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحق بالخلافة من الأمويين. وبدأ محمد ابن علي بتنظيم حركته لتولي الحكم، مستغلا بعض الفتن والمشكلات التي كانت تمر بها الدولة الأموية. بدأ دعوته في بلدة اسمها الحميمة قرب العقبة، مقر لإقامته، ثم مدينة مرو بإقليم خراسان. نشاط واحد، يحدد الطلبة عاصمة الدولة الأموية. ما هي عاصمة الدولة الأموية يا شباب؟ هي دمشق. نعم. طيب، السؤال الثاني، لماذا اختيرت خراسان مكانا لانطلاق الحركة العباسية؟ طبعا خراسان بعيدة جدا، بعيدة عن مركز الدولة الأموية اللي هي ايه دمشق، يبقى ايش لبعدها عن مركز الخلافة الأموية. هذا هو الحل. طبعا هذا نسب العباسيين وخلفاء العصر العباسي الأول، لأن الدولة العباسية مرت بفترتين. العصر العباسي الأول هو عصر القوة واستمر قرن من الزمان، 100 سنة. بعد ذلك بدأ الضعف إلى أن انتهت الدولة العباسية سنة 656 على يد التتار. قلنا العصر الأول عصر القوة، والعصر الثاني عصر ضعف وانحسار، وتولى حكم الدولة العباسية 37 حاكما، أولهم أبو العباس عبد الله ابن محمد ابن علي، وآخرهم المستعصم بالله. مستعصم بالله. طبعا في العصر الأول كان فيه فتوحات، وكان فيه حضارة متنوعة، ومع أبرز الخلفاء العباسيين أولهم أبو العباس عبد الله ابن محمد، وهذا ولد بالحميمة، قلنا قريبة من العقبة، خليج العقبة في الأردن، ثم انتقل إلى الأنبار وتوفي فيها سنة 136، وقد عهد بالخلافة لأخيه أبي جعفر المنصور. طبعا أبو جعفر المنصور من الخلفاء الأقوياء في الدولة العباسية. أبرز أعمال أبو العباس اللي هو الأول تثبيت الحكم،
حيث قضى على الأمويين والمعارضين له بناء مدينة الهاشمية، وضع منارات وعلامات على الطريق بين مكة والكوفة يهتدي بها الحجاج والمسافرون. الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور اللي هو عبد الله ابن محمد حكم من سنة 136 إلى 158، يعني 22 سنة، وهو يعد المؤسس الحقيقي للدولة لما اتصف به من الحزم وقوة الإرادة والاهتمام بإدارة شؤون الدولة، وقد حكم نحو 22 سنة، تمكن من تثبيت أركان الدولة وتوطيد الأمن، وقام بأعمال حربية وعمرانية. توفي المنصور سنة 158 وهو في طريقه إلى مكة للحج. من أبرز أعماله بناء مدينة بغداد، وبناها على شكل دائري كما ترون، وفيها عمل فيها 4 أبواب رئيسية، ونظمها تنظيما عظيما. أيضا من أعماله توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة وإنشاء بيت الحكمة. طيب، بالاطلاع على مخطط مدينة بغداد يصف الطلبة شكلها وأبرز ملامح تخطيطها. كما قلنا إن هي سواها على شكل دائري وبها أبواب رئيسية، منها باب خراسان، باب الشام، باب الكوفة، باب البصرة، وحاطها بأسوار لكي تمنع الأعداء من دخولها، والمسجد الكبير يتوسطها، وبناها على أحسن تخطيط رحمه الله أبو جعفر المنصور. الخليفة الثالث هو المعروف بالمهدي، المهدي ابن أبي جعفر المنصور، حكم من سنة 158 إلى 169، وولد بالحميمة، وعني المنصور بتثقيفه أبوه، يعني عطاه من العلم، وكان أيضا يأتي بالعلماء ليعلموا أبناءهم، يعلموهم الدين ويعلموهم الأخلاق وكيف يتعاملون مع الناس، لأنهم بعد ذلك سيصير لهم الحكم. فكان المهدي ممن عرف بالحكمة والفصاحة والجود وسماحة الأخلاق، إضافة إلى المقدرة الإدارية، وعني برد المظالم، وعامل رعيته بالحسنى، فقلت المشكلات والفتن في عهده، ووجه عنايته إلى القيام بالأعمال العمرانية والخيرية. توفي سنة 169 ومدة حكمه 11 سنة تقريبا. طيب، ما هي أبرز أعمال المهدي؟ توسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يبقى نجد أن الخلفاء طبعا يهتمون بالحرمين الشريفين، كيف لا، وبهما المسجد الحرام والكعبة محط أنظار المسلمين في كل مكان، والمدينة المنورة فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام في مكة، ومسجد النبي في المدينة، والمسجد الثالث هو إيه يا أبطال؟ أيوة، المسجد الأقصى في فلسطين، حرره الله من أيدي اليهود. نعم. طبعا الصلاة في المسجد الحرام
تعدل وتفضل الصلاة في غيرها ب100 ألف صلاة، أجر كبير، 100 ألف، وفي المدينة المنورة ب1000 صلاة. فالإنسان يحرص على يعني زيارة الحرمين والصلاة فيها حتى يحصل الأجر والثواب الكبير في هذين الحرمين الشريفين. يبقى العمل الأول للمهدي توسعة الحرمين الشريفين، أيضا العناية بطرق الحج بين مكة والعراق، تنظيم البريد وتكثيف خدماته، بناء دور للمرضى، وترتيب أعطيات للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. إلى هنا أيها الأبناء نصل إلى ختام هذه الحصة، مع الأمل باللقاء بكم في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.